حصريا على موقع مارادونا.com. واو مصطفى السيسي. أيام زمان كان في أمان والكل متراضي، كان في انضباط والاحترام بالنادى شيء عادي. طب ليا كانت تلمنا نتجمع يوماتي؟ أيام زمان كان المليان بيكب على الفاضي، نمنا وصحينا لقينا جيل صدقني مش نافع، كل ثواني نسمع بإن في حكاية في الشارع. سنه صغير مسك سجارة ولأهله مش سامع، لو جيت نصحته يسحب عليك ويقولك المانع. يغير الأحوال، طب ما احنا كنا جمال، كان في محبة وخير دلوقتي كيلة وقال. زمان اللي مش نفعين بيعايروا في الصالحين، بالجهل اتباهوا قال يعني كده جامدين. علشان اشطب الشقة عايزة مني رزم وسنين، ما هي عايزة ربع مليون وانا بقبض يا ناس الفين. مش شغلة واحدة ناس، ده انا شغال في شغلانتين. على الحال ده يابا شوف الجواز على 2060. العيشة صعبة وكل مادة بترفع الاسعار، هنجيب منين واحنا ما في مفيش في ايدينا غير نحتار. عندك مثال لو يوم نعدي من قدام الجزار، بنقول يا لحمة وحشتنا فينك بقى وإلى أغبعة. ماشي في طريقي لقيت مشهد حزين فبكيت، عجوزة قاعدة بتصرخ عليها رحت جريت. مالك يا أمي في ايه؟ احكي لي ليه بتبكي؟ رد قالت لي ضنايا علشان مراته سابني. لفت انتباهي راجل كبير عيل بيضرب فيه، جريت على الشاب ومسكته رحت لوت له ديه. مين ده يا حاج اللي بيضربك؟ راح قال لي ده ابني. العيب ما كانش عليه، ده فيا ما عرفتش انا ربي. مش عيب عليك اللي عملته وانت مش مكسوف، قال لي يا عم ما تاكلش ودني ما تجيب يا بالمصروف. صحابه بيرنوا عليه علشان يجيبوا كيوف، ضربت كف على كف لسه في الدنيا يا معشوق. اول ما رحت البيت فتحت نت لقيت فيديو بجد غريب من المنظر اتجنيت. واحد ماسك واحده بسلاح بيضربها والكل بيصور، طب مين هيلحقها؟ لما اقلب اشوف جريمه قتل. طب بعدين بين الجريمه والجريمه يا دوب يا بضيقتين، والكل رافع كمرته بس علشان ياخد شوتين. ده اهم حاجه عندهم يزودوا متابعين، الميديا فتحت العقول خلتنا مش نافعين. صنع اليهود والحرب خدعة وقدينا مخدوعين. امشي في اي مكان تلاقي الناس يا عيني تايهين، ناسينا اخرتنا وبقينا بالدنيا مشغولين. الدجاري صوت الشعب صوته عشش يا خلف الراس، مصطفى السيسي توزيع وبصمة ودرمز يا برزاص. ادي شفتح كتب كلام لخص في حال الناس، ابو مالك الزعامة لو توقف قصاده تداس. في الميديا ده المعروف من غير ده كان وسيوف، الخطر حد عفريت تجيب رجعة من الخوف.